إذا كنت تعرف أن الصيام فيه راحة للجسم، فهل تعلم أن الصيام يقوي المناعة أيضاً؟ شلون؟ لأن الجهاز الهضمي متوقف أثناء الصيام، يقدر الجسم يستخدم اللي عنده ويركز على الجراثيم وإبادتها بدل ما يركز على الهضم. والتوقف عن الأكل والشرب يعني أيضاً التوقف عن السموم اليومية اللي تينا من الكافيين، من الأدوية، من التدخين. هذه عادةً اللي تتعب جهاز المناعة، فتوقيفها يقوي المناعة. في نفس الوقت الصيام يزيد حركة كرات الدم البيضاء والخلايا الأخرى المعنية بالمناعة. لكن شلون تتأكد أن هذه الفوائد بتوصل لك بالكامل أثناء رمضان؟ بالأكل المفيد طبعاً. أثناء رمضان أحرص على الإكثار من الخضروات والفاكهة، أحرص على شرب الكثير من الماء والسوائل، خاصة العصائر الخضراء اللي فيها فيتامينات ومعادن سهلة وسريعة الامتصاص، واحرص على تقليل السكر، لأن السكر له تأثير مباشر على المناعة وينزل المناعة لمدة تصل إلى 15 ساعة بعد تناولها. انتهز الفرصة وخلي الصيام يساعدك في تقوية مناعتك. هذه كان رأيي والقرار قراركم.